السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نشرح عن هذا البرنامج اللي هو حجز تذاكر طيران، حجز فندقي. إذا أنت مثلا بدك تسافر، مثلا نفترض خلينا نقول بدك تسافر من ألمانيا على فرضا على دبي، تمام؟ فأنت بدك تدور على حجز فندق، بدك تدور على حجز طيران، وبالإضافة أنك أنت بإمكانك تستأجر سيارة. تفوت هلأ بورجيكم كيف تفوت تستأجر سيارة، تحط اليوم اللي بدك إياه والتاريخ اللي بدك إياه والساعة والمكان اللي بدك تستأجر منه السيارة. يعني أنت مثلا بدك تطلع من ألمانيا على دبي، بتوصل على مطار دبي، تمام؟ فأنت بتكون حاجز سيارة أنه أنت تستأجرها، تستعملها يوم يومين ثلاثة أسبوع اللي أنت بدك، الفترة اللي قاعدة هنيك، تمام؟ بالإضافة إلى حجز تذاكر الطيران، يعني أنت إذا بدك تحجز تيكت طيارة من عندك هون بألمانيا مثلا لأي بلد تاني، بتفوت هلا كمان بتشوف العروض، بتشوف الأسعار، بتشوف الرحلة قد شو فيها تبديل أو ترانزيت أو يعني في كتير مواصفات. فراح نشرح عنه هذا البرنامج اليوم ويلا خلينا نشوفه. أول شغلة هي البرنامج بنكبس عليه بنفوت عليه اللي هو حجز تذاكر الطيران، تمام؟ بس فتنا عليه بقوم بيعطينا نحن هون بدنا نحجز اللي هو حجز تذاكر الطيران، تمام؟ نكبس مثلا نفوت لهون ونحط على حجز تذاكر الطيران، تمام؟ بس حطينا عليها بنفوت مثلا هلا هون عم يحدد لك انه شو العملة اللي بدك تدفع فيها، تمام؟ فانت هون بتحدد له العملة اللي بدك تدفع فيها مثلا، تمام؟ تكبس على هون مثلا مكتوب على هون محطوطة العربية السعودية، ننزل مثلا مندور نحن بدنا من دوتشلاند ألمانيا، بنحط من دوتشلاند، تمام؟ وعم يقول لك العملة اللي بدك تستعملها شو هي العملة اللي بدك تستعملها، بنقول له اليورو، تمام؟ بعدين نعطيه تقدم. هون بقى هلا عم يقول لك انه انت شو بدك تحجز، طيران، تذكرة الطيران، ولا بدك تحجز، ولا بدك تحجز هوتيل، بدك تحجز ولا بدك تحجز هوتيل. فنحن بنقول له انه بدنا نحجز هلا مثلا تيكت طياره، خلينا نقول تمام تيكت طياره، حنقول له من هامبورغ المانيا، تمام؟ وين المكان اللي نروح عليه؟ بنحط هون مثلا المكان اللي نروح عليه، مثلا راح اكتب له على دبي. اي دو يعطيك دغري هو الخيارات اللي انت بدك اياها، مثلا بنقول له على دبي، تمام؟ هون عطانا انه الرحله على دبي على مطار عرب الامارات، مطار الامارات اللي هو بدبي. هي شغله. شغله ثانيه عندنا هون انه انت مثلا امتى بدك تروح، اليوم اللي بدك تروح فيه، نحط له هون انت اليوم تكبس على هاي، لنقول له مثلا ب 28 الشهر، تمام؟ وانت بدك ترجع، لنفترض بدنا نرجع بشهر 31 الشهر، تمام؟ هون حددنا انه انت بدنا نروح وانت بدنا نرجع. عندك هون تحت كم شخص بدك تحجز، لكم شخص، شخص 2 3 اللي بدك اياه. يعني اذا بدك تحجز لاكثر من شخص تكبس هون. هون عندك حاطين لك الايرباكسن، الايرباكسن اللي هو البالغ، يعني الرجل اللي بيجي فوق 18 سنه، تمام؟ حط له مثلا شخص 2 3، هي زائد هي ناقص، تحط اللي بدك اياه. يعني انا هنقول له 1. عندك مثلا كيندر الاطفال، اذا عندك اطفال حط له كمان قديش، كم ولد عندك، تمام؟ وهون حاطين لك كيندر اونتر 12 يارن، يعني الاطفال اللي تحت 12 سنه، تمام؟ عندك الخيار الثالث اللي هو كيندر، حاطين لك اللي تحت السنتين، تمام؟ حط له كمان قديش عندك، 1 2 3 اللي هو، تمام؟ وبعدين تعطيه قبل ما تعطيه هون أوبنمنت، في عندك هون هي الخيار مكتوب عليه بوزنس كلاس، انه هي اذا بدك اياه الدرجة العالية. فنحن ما بدنا مثلا درجة عالية، بنقول له على العادي، فبنقول له هون أوبنمنت، تمام؟ اخذنا هلا حددنا نحن اللي بدنا اياه. بعدين بنقول له هون نكبس على كلمة تيكت زوخة، نكبس عليها،
هلا هو هون عم يعمل بحث على الرحل يلي موجوده بالنسبه لهذا الموضوع. لنفترض مثلا هلا هو عم يبحث لسه، شايفين الخط هذا لسه عم يبحث، كل ما بيكون في عروض بيعطيك. طبعا هو شو بيعطيك؟ بيعطيك من الارخص شيء وانت طالع بالاسعار بقى، تمام. فنحن هون هلا طلعنا مثلا هي الرحله اللي هي هي، وهي شركه الطيران اللي اسمها KLM، بتفوت عليها مثلا للرحله، هي سعر التيكت حقه 333 يورو، بتفوت عليها تمام، بتقوم انت بتلاقي هون عندك خيارات الرحله اليورو، يعني عم يقولوا لك هلا هون سعر التيكت مثل ما حكينا 333 يورو. طبعا هذا ذهاب واياب، مثل ما حطينا احنا حطينا ذهاب واياب بنروحها من المانيا على دبي، وبالاضافه انه رجعه. هلا نحن بورجيك كيف بيعطينا امتى توقيت الرجعه وتوقيت الروحه. هلا هون عندنا نحن توقيت الروحه، عم يقول لك انه على شركه الطيران هي KLM. مده الرحله طبعا هون حاطين 9 ساعات و5 دقائق، تمام. عندك تطلع انت من هون من مطار هامبورغ 28 فبراير، اللي هو 28 شهر اللي حطيناه نحن، من مطار هامبورغ على امستردام. بتصل الرحله الساعه 13:05 يعني 1:05 دقائق، بتصل على امستردام. عندك بامستردام عندك انتظار ساعه و25 دقيقه، تمام. هذول بتتفتل فيهم بقى انت هيك شو بدك تساوي بتساوي. عندك بقى من مطار امستردام نفسه اللي نزلت منه، تمام، الساعة 14:30 يعني 2:30 عندك الطيارة بدها تطلع من هذا المطار، بدها تطلع فرد سحبة على دبي، توصل الساعة 12:05 تمام بالليل. يعني حاطين لك هون مثلا إشارة زائد، هاي الإشارة تبع الزائد انه ممكن يكون انه توصل بعد شوي، بعد بساعة مثلا، تمام، او دقيقة. بصراحة هاي انا بصراحة ما متأكد منها 100%، بس انه حاطي لك يعني زائد واحد انه ممكن الرحلة تتأخر ساعة لتوصل، ما نتأكد منها هاي، بس انه هاي يعني يا دقيقة يا ساعة، فمندبر راسنا فيها. هاي بالنسبة للذهاب، تمام. هون حاطي لك كلمة تسغك يعني الرجعة، أي بدك ترجع أنت بتاريخ 31 مارس 31 3، تمام. كمان حاطي لك هون 9 ساعات مدة الرحلة على نفس الشركة اللي هي KLM. بدك تطلع من مطار دبي، تمام، الرحلة بدها تكون الساعة 12:55 يعني هاي بالليل، بتكون 12:00 معناتها بتكون بالليل 12:55 يعني الساعة 1 بالليل، تمام. بتوصل على امستردام الساعة 6 الصباح، تمام. بس توصل على امستردام كمان نفس الشيء من نفس المطار اللي انت نزلت عليه، عندك هون فترة انتظار 55 دقيقة يعني حوالي ساعة. فانت هون بدك تطلع بقى من مطار امستردام الساعة 6:55 وبياخذك فرد سحبة على مطار هامبورغ، تمام. هاي بالنسبة لتفاصيل الرحلة، يعني برنامج كتير رائع وممتاز. هون بقى هلا عم يقولوا لك انه انت بدك تختار شلون بدك تدفع. نقول له نحن لما ندفع مثلا الاوزفيلن، عم يحمل هون معلومات وما معلومات. تمام، هلا هون قلبنا على هي الصفحة، هون عم يعطينا هلا يغفلوك انه حجزك هي الرحلة الموجودة كلها اللي حجزناها. في عندك هاي اللي هي فلوك تيكت شوتس، هي اضافة تدفع انت اضافة 20 يورو 19.99 سنت بالتيكت، انه هي مثل حماية اذا انت مثلا راحت الرحلة او ما لحقت الرحلة راحت عليك بدك تسترجع حق التيكت، هذا التأمين بيرجع لك حق التذكرة اللي انت اشتريتها. بس بدك تدفع زيادة على التذكرة اللي هي 20 يورو، يعني هي مثلا سعرها هون حكينا 333، بزيد عليها هدول 20 يورو بتصير 350.
تمام. هون عندك ستاندرد باكيت، هون عندك ستاندرد باكيت انه هي صار حق التيكت هون 350 تمام، اللي هو بس عندك انه بشنتايه واحده، ما عندك اكثر من شنتايه، شنتايه واحده تمام. بالاضافه انه في خيار انا اندرونج ديس غايز داتوم از كوست لوس، انه كمان في عندك اذا تعدل تاريخ الرحله فيك تعدله، ما تدفع عليه ضريبه بلاش، حاطط لك هون كوست لوس اللي هي بلاش تمام. هون عندك خيار تحت 458 يورو، صار حق التيكت 458 يورو اذا عندك انت شنتاي زياده غير الشنتاي اللي انت معك تمام. وزنه بيكون 23 كيلو، تحسن تاخذ هذا الخيار بدك تدفع ساعتها حق التيكت 458 يورو، يعني زاد على هذا الموضوع 108 يورو تقريبا بس لانه معك شنتاي زياده تمام. هون نفس الشيء تحت كمان خيار تاني انه عندك اللي هو بيزيد حقها 560 كمان عندهم كمان شنتاي، وعندك باي اينا تيرون ايغا فلوك كوست لوس تمام. انه هاي ميزة كمان تانية انه ايه هاي معناتها انه اذا التغت الرحلة تبعك، التغت انت لغيتها مثلا للرحلة تبعك ما بدك اياها، بيدفعوا لك لحد 200 يورو من حق التيكت تمام. هي هيك اذا انت ما حطيت على هذا الخيار اللي هو ما حكينا تبع التأمين التذكرة تمام. هلا هون اي المعلومات قريناها كلها مزبوطة، فبنقول له هون نحن فايتا تمام. هون عم يقولوا لك انه شو تنزيز ايش فوزيم انت ايه، انه معناته انه انت هون احمي نفسك من انه يروح عليك حق تكت الطيران او شيء اذا الشركة فلست ولا صار عليها اي مشاكل. فاذا انت اذا بدك بتقول له يا هينس فوغن اون فور، فانت بتكبس مثلا على هاي، اذا ما بدك بتقول له ناين انه خلاص ما بدي انه هالقصة هاي، بتقول له يا هلا. هون نحن عم نقول لك الخطوة الثالثة ايغا ديتيلز ميدن زيزيش لبوخن عن ميدن تمام غايز باس تمام. هلا هون نحط له überprüfen Sie Ihre persönliche Daten، انه تأكد من معلوماتك اللي انت بتحطها مثل مكتوبة بالباسبورت تمام. هون مثلا لما نحط له مين ليش او فايب ليش اللي هو ذكر او انسى، تحت بتقول له مثلا الاسم، تحط له الاسم اللي بدك تحطه تمام. بعدين الناخ نامي كمان بتحط الاسم. هون عم يقول لك في ام غايز باس انجي جيبن، يعني حط الاسم مثل محطوط بالباسبورت تمام. فانت بتحط هذا الموضوع هون، بس حطيت هذا الموضوع انت عندك عبيت المعلومات هي كلها اللي هو هون عندك الفون نامي الاسم الاول، الناخ نامي الاسم الثاني، البوت ستاتوم اللي هو التاريخ ميلادك تمام. فبتحط كل هاي الخيارات كلها انت هي اللي عندك، بعدين هم تكبستوا على الفايتا. هلا انا هون اذا بدي اعبي المعلومات هي كلها رح ينقل لي انا بس عبيت هاي المعلومات هي كلها بيقوم شو بيساوي، بينقلني على صفحة الدفع. هلا انا ما بدي اكبس عليها عشان ما ينقلني على صفحة الدفع ويتأكد الحجز تمام. فنحن هون لحظة شوي تمام. فمثل ما عم قلكم ما بدي، لانه انا اذا بدي فوت عليها هلا بدي احط المعلومات تبعي كلياتها وروح اعمل له فايتا، بدي انقلني بقى على صفحة الدفع تمام. هلا اذا نقلت عليها صفحة الدفع انا هلا بدهم يسرعوني، وما كملت العملية بدهم يسرعوني، كل يوم يبعثوا لي رسالة انه انت شفت حجز عنا، ما بدك تحجز، ما بدك تثبت الحجز، ما بدك. فالواحد يعني يتأكد من المعلومات كلها انه بده يحجز، خلاص متأكد انه يحجز تمام. يعني يخطي الخطوة انه خلاص بده يحجز، يعني مو انه بده يفوت مثلا يشوف ونجرب وكذا، لا انه انت خلاص اعتمدت على هاي السفرة وهي التذكرة بدك تحجزها، بدك تفوت تحجزها تمام. فعنا هون هلا حكيت لكم كل شيء بكون تحطوه. في عنا شغلة تانية نسيت لكم، هاي هون الانميلدن، هاي الانميلدن بدك تفوت عليها، بدك تحط هون
ايميلك والباسورد تبع ايميلك، تمام، اللي هو حاطي لك شايف انه المدن على الفيسبوك او على جوجل، يعني يا جيميل يا على الفيسبوك، حط انت اللي بدك اياه عشان يبعثوا لك التذكره والمعلومات على ايميلك، تمام. يعني بدك تبعت التذكره بعد ما تاكد الحجز انت، يبعثوا لك اياه على الايميل. فانت لازم هون بهي الحاله انك تحط ايميلك وتحط الباسورد وتقول له انملدن، تمام. بعدين بترجع انت هون بتكمل عمليه الحجز، بس عبيت هاي المعلومات كلها، تنزل لتحت اخر شيء بتقول له فايتا، بس قلت له فايتا بيقول لك على الصفحه رقم 4 هون بقى بيقول لك حط من كيف بدنا ناخذ حق البطاقه، نحن بدك تدفع كاش ولا بدك تدفع ماستر كارد ولا كريدت كارد ولا فيزا كارد ولا شو اللي بدك تدفعه، يعني كله بدك تحكي هذا، تمام. فانت اذا عندك نفترض ماستر كارد، تمام، بتقول له انا بدي ادفع ماستر كارد، تحط على ماستر كارد، بتحط رقم البطاقه الموجوده عندك، هلا اللي عندهم ماستر كارد اكيد بيعرفوا كيف يستعملوها كيف يشتروا عن طريقها، بتحط رقم البطاقه تبعك، تمام، بتحط الرقم اللي موجود ورا تبع البطاقه اللي هو مؤلف من 3 ارقام، وبعدين بتعطيه التاكيد اللي هو فايتا، تمام. بيقول لك على الصفحه رقم 5 بيقول لك هي المعلومات كلها اللي انت عبيتها، اسمك، رقمك، عنوانك، نحن حناخذ سعر التذكره من هذا الحساب كذا كذا كذا، فكل الامور بيحطوا لك اياها، واخر شيء بتقول له انت فيرتج، بيعطوا لك خيار فيرتج او انه بيشتتج انه انا خلص باكد هذا الشيء، بس اكدت هذا الشيء خلص انت اشتريت التذكره، بيبعثوا لك فورا ايميل على ايميلك وبيقولوا لك انه هي التذكره تبعك وهي تفاصيل الرحله كلها، تمام. هاي بالنسبه لحجز الطيران. نرجع هلا، يعني نرجع ان شاء الله الله يكرمنا نطلع على دبي زياره. طيب نرجع هلا، هون عندنا الهوتيلز، تمام، بنفوت على الهوتيل نكبس عليها، هون عم يقولوا لك شتات اودا هوتيل، هوتيل عندك انه حط المدينه او الاوتيل اللي بدك تنزل انت فيه. هلا اوتيل صراحه ما في شيء نحن بنعرفه حاليا، بس هنحط مثلا بمدينه هامبورغ، هامبورغ، شايفين اعطاني هامبورغ دوتشلاند، بنقول له هامبورغ امتى بدك تاريخ، بنقول له لنفترض ب خلينا نقول ب 27 شهر الجاي، تمام. ابغايزه انه انت بدك ترجع ترد تسافر، نحط له تمام، هلا نحن حطينا له ب 27 الذهاب، تمام، ورح نحط له العوده ب 28، يعني يوم واحد، تمام. وهي عندنا هون اللي هو عين جاست، انه ضيف واحد كم واحد بده يروح، كم واحد كذا، فبنقول له 1 2 3 اللي هن بيكونوا، واذا عندك اولاد تحت ال 17 سنه كمان بتحطهم، حنقول له شخص واحد، تمام. ورح نعطيه هون هلا برايس اند سايجن، يعني انه نشوف قديش السعر وشو العروض اللي موجوده عندهم، تمام. هلا هي اعطاني هون العروض، شايفين هي عم يقولوا لك هون مثلا بريميوم ان هامبورغ، غرفه بوسط هامبورغ باوتيل، اي هوتيل 4 نجوم. هون عندك كمان هوليداي ان هامبورغ، عندك يوم سعيد او رائع بهامبورغ، كمان هوتيل 4 نجوم. شايفين هاي الاوتيلات كلها اللي موجوده عندنا والخيارات، هاي مثلا هون غرفه بتختين، تمام، حاطي لك كان سعر 46 يورو بالليله، بالليله الواحده صار 42 يورو. عندك هون شوف هاي غرفه فيها تلفزيون مثل سويت، هي يعني فيها حمام وفيها كل شيء كامله ب 78، والله يعني اسعارهم حلوه وفي كثير خيارات، تمام. هلا اعطاك خيارات هو هون شو موجود عندك، انت مثلا بدك تقول له انه مير هوتيلز اند سايجن، تكبس على هاي انه بدي هسه تورجيني كمان عروض تانية، بتكبس عليها وشوف لك بيطلع لك هلا عروض تانية، بينزل لتحت بيطلع لك كمان عروض تانية. هاي بالنسبه للهوتيلات، اوتيل مثلا نفترض اول واحد حنفوت عليه هذا، هاي حاطط لنا هذا انه هون غرفه ميت سباي اين سيلبتني، هي مع هي غرفه بتختين، يعني هي الغرفه لشخصين، تمام، غرفه بتختين، العنوان بهامبورغ سيتي نورد، بالنورد
عندك سعر الليلة 68 يورو تمام. هلا هون انت بقى بتفوت مشان تحجز تكبس على ييتس بوخن. تمام فوتنا هلا احنا على هذا الاوتيل مشان انه نحجز، فبنقول له بنكبس عليه سمر تسال انه قديش كم غرفة بدك. اي هون عندك السعر، راح يحطين لك السعر 68 يورو تمام، اعتمدنا عليه نحن مثلا. هون اذا بدك تشوف معلومات تانية بتحط الي اند سايجن، عم يقولوا لك انه في واي فاي، فلوك هافن شتول سيرفيس، في خدمة للمطار، في مطعم كافيه بار، يعني هاي كل شيء موجود فيه للأوتيل من خيارات تمام. أوتي ميديا سيستيم كونفورت غويمة، يعني في كتير خيارات لها بالنسبة لها تمام. بدنا نحجز فيه مثلا، هذا نأكد الحجز. تمام هلا شايفين شو عم يقولولنا، عم يقولولنا Diese Hotel ist voll belegt. Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Datum. عم يقول لك انه هذا الاوتيل فول ما في، شايفين هيدك اهو، فعم يقول لك انه حاول انك تحجز بيوم تاني بهذا الاوتيل. راح نرجع نشوف يوم تاني او نشوف اوتيل متاح بدنا نحجز فيه. يعني افترض حنفوت على هذا نشوف شو هو. تمام هذا فاضي، هذا فاضي ما في مشكلة، بهذا التاريخ اللي بناه موجود لك وحاطين لك بوخن. هلا فوت وحجيز تكبس عليها. بيفتحك على الصفحة اللي لازم ان تحط فيها انت المعلومات. هون بتحط الاسم فور نامي والناخ نامي، الاسم الاول والاسم الثاني، هون بتحط ايميلك وهون رقم تليفونك تمام. بس حطيتهم لهدول الاثنين كمان وهي المعلومات بتحطهم، ترجع بقى بتقول لهم تكبس على هي بوخن، بيقلبك على الصفحة اللي لازم تدفع فيها الاموال. بتحط انت بقى الخيار اللي بدك تدفع فيه مثل ما حكينا، وبتختار اللي بدك اياه، وبعدين بتقول له تأكيد، بيقوم بيبعتوا لك رسالة على ايميلك انه هي الحجز تبعك تأكد، احنا بانتظارك بهذا اليوم. هلا هون حاطين wichtig Informationen nicht zurück. انه عم يقولوا لك اول وحده nicht zurück statt bar، يعني انه ما في ترجيع، ما بترجع الحجز اذا لغيت انت ما اجيت عليه، ما بيرجعوا لك المصاري. وتحت عم يقولوا لك هون انه هن ما في عندهم ميزه استقبال بالاوتيل، انه يروح مثلا عنده انت يستقبلوك من الاوتيل، ما عندهم هي الميزه تمام. والاوتيل شايفين هون 3 نجوم يعني عادي، والغرفه هون مكتوب شبار سما سي دوبي بي، يعني غرفه واحده تمام، فيها تخت، فيها تختين اي، وهي يعني هي ميزاتها. فمثل ما حكينا بتحط انت هون الاسم وكذا والايميل والتليفون الامور هي، بتقول لهم بوخن، بس بتقول له بوخن تمام، بيقوم فورا هو مثل ما حكينا بيقلبك على الدفع، تدفع انت بتقول له تاكيد للدفع وبيمشي الحال بس. شايفين هي بالنسبه للاوتيلات، طبعا نحن حطينا له بهامبورغ تمام. انت بامكانك تحط له بالمكان اللي بدك اياه، يعني نقول له مثلا على تركاي، شايف اعطاني تركاي اسطنبول، هنقول له مثلا باسطنبول بتاريخ نفسه اللي حكيناه، نقول له برايس اند سايجن، نشوف الاسعار كمان نفس الشيء، بتحط التواريخ اي حط لك، شايف حط لنا الخيارات كلياتها، اوتيلات 3 نجوم 3 نجوم 3 نجوم 4 نجوم
ثلاث نجوم أربع، يعني في كتير 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 خيارات عندها. حنقول له مثلا هذا لنفترض، وينه والله هون بعينته حلو، هذا أربع نجوم شايفين. الليلة ب 35 يورو. ستاندر اينزيل سما، غرفة فردية لشخص واحد تمام. يتس بوخن، بدنا نحجز مثلا بنقول له يتس بوخن، يقوم بينقلنا هلا على نفس الترتيبات شايفين. هاي الاوتيل هون عم يقول لك شباغي زبا زبا انه 9.3 تقييمه ممتاز تمام. فهي كل شيء معلومات عنه تمام. عجبك الموضوع بالليلة 35 بتقول له يتست بوخن تمام. تحجز مثل ما حكينا، بتدفع امورك بخير، بعدين يبعثوا لك على الايميل انه تم تأكيد الحجز وهي التذكرة تبعك تمام اخواتي. هلا هاي بالنسبة لهاي هذول البرامج. هلا في عنا شيء تاني كمان، اللي هو انه انت بدك تروح مثل ما حكينا، بدك تطلع على تركيا، بدك تاخذ سيارة، تستأجر سيارة تمام. تكبس هون، ترجع لورا، تكبس على الخيارات هون، بتقول له نقل من المطار بالسيارة، انه بدك سيارة تجي تاخذك تاكسي من المطار، فيك تفوت هون كمان تحجز. بدك تحجز سيارة تستأجرها، بتكبس على هاي حجز سيارات آخر واحدة، فوت عليها وهم بيعطيكم شايف. عم يقول لك وين العنوان، قل له هامبورغ فلوك هابن، هامبورغ فلوك هابن من مطار هامبورغ تمام. هون كاتبين لك غوكابة عن اينن اندغا اور، انه عندك هي انه انت بدك تسلم السيارة بعد ما تخلص منها ترجعها، بدك تسلمها بعنوان بمكان تاني، بعنوان تاني، ولا تسلمها بنفس المكان. اذا عندك عنوان تاني بتكبس عليها، بيقول لك حط لنا العنوان بدك تسلمنا فيه. اذا ما عندك من نفس العنوان خلاص ما تسلمها نفس العنوان. هون التاريخ انه انت بدك اياها 7 فبراير الساعة 10 الصبح ل 11 فبراير الساعة، يعني 3 ايام، 7 8 9 10 الى 4 ايام. تكبس على القصص هي كلياتها هي تمام، وبتقول له زوخن. شايفين؟ اعطانا السيارات. تويوتا 30 يورو باليوم. الاربع ايام اللي حجزناهم بدك تدفع لك، وحاطين لك هون انسكزام اللي هو 123 يورو 4 سنت. هي الاربع ايام تمام. هي بالنسبة لهي السيارة. في خيارات كتير شايفين، تنزل بتلاقي الخيار اللي بدي يعجبك. اودي، اللي بحب سيارات الاودي شايفين، كله عروض. يعني كان اجارها 55.48، الاودي هاي صار اجارها 36، عامل عليها خصم. فولكس فاجن، مرسيدس، اوبل، شو بدك فيه. فانت هون نفترض، خلينا نقول له بدنا نستاجر هالتويوتا هاي لنشوفها. بوخن نفوت عليها، بوخن زيت ديستي انج بوتن تمام. هي هون هلا المواصفات حاطين اياها، السيارة بتسعى لأربع أشخاص. حاطين لك هون فيها كريمة انلاقة، فيها مكيف تمام، شالكة غيبة، الفوتيه الصباحة عادي. برايس فور تاج صار اليوم 30 يورو وكذا. وهي هون اللي موجودين فيها كريمة انلاقة، بتتضمن فيها تأمين هافت فليش فلسيشة غونج. في عندك اللي هي ديبشتال شوتس اذا انسرقت السيارة او انسرق منها شيء، شتونيغا تمام اذا عندك لغيت الحجز، دي فولشتنديغا زلت، يعني فيها كتير مأمنة، امان بالله، وكل شيء فيها موجود يعني تمام. هون عندك خيار انه انت اذا عندك بيبي بدك تحجز كرسي او كذا او شغلة، بيعطوك معها كرسي بس بصير الدفع عندك 47 يورو تمام. فليش الواحد خلاص بجيب الكرسي اللي عنده تمام. هون اذا بدك نافيجاسيون فيها، اذا بدك نافيجاسيون سيستم الجي بي اس كمان بتضيف، بزيد السعر عندك. هاي كل شيء امور موجوده هون. لنقول له مثلا
فايت بوخن. شو بدا يقلنا؟ اي اعطانا سياره، امور كلها هي تمام. هلا هون بتحط بقى معلوماتك، هير خاو 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 دكتور اللي هو الاسم، عيلة، الفون نامه الاول، اسم الاول، تليفونك، ايميلك، شو هذا الخيار، ايش مجتمعنا، فلوق النمر، ودا الزندقة. انه اذا بدك تضيف رقم الرحلة تبعك اللي انت جاي فيها من المطار، تكبس عليها تحط رقم الرحلة وزندقة فنشن. تمام. هون عندك دوش، هون عندك تكبس له انه انا بدي اكد الحجز. تمام. شفت كلاس. تمام. بعدين هون انت بتعطيه بقى شو بتعطيه، هون فايتا بوخن، وتعبي هالمعلومات كلها يا تاعي. بس تعبي هالمعلومات هاي، شايفين فعلا عملوا لك، في عنده خطوطين، تعبي هالمعلومات كلها هاي. بعدين بيقولوا لك كمان ميزة الدفع لك اللي هي ما كاتبين لك سالونج الدفع، فبتقول لهم دفع انت مثل ما قلت لك كاش، ماستر كارد، اللي بدك اياه انت بتدفع. شو في عندنا كمان شغلات تانية فيها؟ نقل من المطار بالسيارة، نفوت عليها هي نشوف شو هي. ما في، موقفين هلا بسبب الكورونا، الله يرفع البلاء عنا بجاه سيدنا محمد. نرجع على حجز الفنادق. تمام تمام اخواتي، هذا هو الفيديو تبعنا لليوم، ان شاء الله اكون فدتكم بالمعلومات والشيء اللي شرحناه. بتشكركم للمتابعة، واذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين بالقناة، لانه ما راح تخسروا شيء اذا اشتركتوا بالقناة. وبالاضافة اعملوا لنا لايك اذا سمحتوا، وبتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.